يسرني مستمعينا ومشاهدينا أني أرحب بضيفتي اليوم الدكتورة لينا طباع المختصة في مجال التغذية. وزي ما ذكرنا دكتورة لينا دائما مشغولة ويلا ترد علينا، فاستغل اليوم وجودها أكيد بأسئلتكم حول التغذية. واليوم راح نتكلم عن المعدة النفسية. كل عام وانتم بخير دكتورة. وانت بألف خير يا رب، وبدي عايدك على عيد ميلادك. كل سنة وانت سالم يا رب. الله. سالم يا رب، وسينك كتار وحلوين. الله يسعدك يا رب. ان شاء الله احنا دائما نشوف الاحد يقول لك يعني كل عام وانتم بخير بعيد ميلادك، السؤال اللي بعد يجي كم صار عمرك؟ لا، فهذا السؤال. دكتورة، يعني دائما احنا اذا تكلمنا عن المعدة، المعدة جزء جدا مهم في جسم الانسان، لكن كلمة ان المعدة مرتاحة أو المعدة بنفسية مضبوطة مصطلح غريب، وأكيد أنتم يعني مختصين في مجال التغذية، عندكم تفسير لهذا الموضوع؟ وش يعني المعدة اللي تكون مرتاحة ونفسيتها كويسة؟ المعدة النفسية يعني هي المرتبطة بالأمراض اللي بتأثر على المعدة بسبب التوتر والإجهاد الاكتئاب. النفسية كتير بتأثر على كل أعضاء الجسم وخصوصا الجهاز الهضمي، وكمان سلامة الجهاز الهضمي بتأثر على الجهاز العصبي والدماغ. فلهيك منلاقي دائما مرتبطين مع بعض الصحة النفسية وصحة الجهاز الهضمي وخصوصا المعدة. من الأمراض اللي ممكن تأثر على الجهاز الهضمي بسبب النفسية هي أمراض المعدة مثل التقرحات، النفخة والقولون، الغازات، التهيجات، الالتهاب، زيادة حموضة المعدة وتآكل جدار المعدة. هذا كله بسبب الصحة النفسية والتوتر. يعني احنا دائما نقول ان الناس اذا كان نفسيتها تعبانة يحس بألام في المعدة، والعكس برضو صحيح، اذا المعدة كانت تعبانة النفسية تكون غير جيدة. فنشوف احنا نلاحظ في ارتباط كبير بين المعدة وبين الصحة النفسية. يعني مو معقولة مثلا او مش ممكن مثلا نشوف واحد نفسيته تعبانة وعينه تعورة مثلا او يده تعورة، على طول المعدة اللي تتأثر صحيح بسبب الأعصاب. موضوع كتير حلو اليوم، بتشكرك على استضافتي. الله يخليك رب، ودائما بستمتع معك لأنه عندك معلومات بتجنن ما شاء الله، واسعة وفيها هيك تشالنج تحدي. الله يسعدك، دائما منورتنا دكتورة. دكتورة طيب، وش أهم يعني أهمية أو مدى أهمية علاج الأمعاء عند التفكير في علاج الاضطرابات النفسية؟ يعني دائما إحنا أكثر الناس اللي عندهم اضطرابات نفسية أو مثلا قلق أو هذه الأمور، هذا دائما يروح للمرض عضوي يكون على المعدة. فهل هنا الأخصائي النفسي كله دور في علاج مثل هذه الحالات، ولا لازم يكون فيه طبيب مختص لعلاج مثل هذه الحالات؟ هلأ أكيد حسب السيفيريتي وحسب خطورة الجهاز الهضمي ووضع المريض. يعني إذا الشخص قادر يأكل بس عم بيحس ببعض الآلام لما بيأكل أكل معين مع أثناء إحساسه بالتوتر، هون الأخصائي التغذية هو اللي رح يساعدك تعرف تتجنب الأكلات الضارة. كمان أكيد إذا التوتر والاكتئاب كان عم بيزيد والحالة عم تكون أصعب وأصعب وما عم يقدر يطلع من المود الصعب والاكتئاب، كل ماله عم يرجعه لورا للشخص، فبالتالي بتأثر على الجهاز الهضمي، هون لازم يشوف الطبيب النفسي المختص. بحاول دائما نلجأ للطبيب النفسي بآخر مرحلة، مو تقليل بالطبيب النفسي، ولكن دائما الإنسان بيقدر يعالج نفسه بحاله. فإذا قدر يعالج نفسه برياضة جديدة، بميديتيشن، نظام غذائي، أسلوب حياة جديد، حاول يحط خطط وأهداف، نغير من نوعية نظام أكله، ممكن يتغلب على الاكتئاب. حاول يزيد علاقاته أو بالعكس يبتعد عن الأصدقاء اللي بيسببوا له أذى نفسي. فهون هو صحيح ممكن يعالج نفسه، إذا لا ممكن يروح لعند الطبيب النفسي. احنا دائما يعني دكتورة دائما نقول احنا الطبيب النفسي دائما هو، حتى الأطباء النفسيين كلهم يقولون احنا عامل مساعد. ومجرد ما أن الواحد يعترف بالمشكلة أو يعرف بداية المشكلة، هذه أكيد بداية الحلول. الدكتور أنا في عندي اتصالات، صراحة ما ودي أن أخلي الناس تنتظر على الخط، إذا تسمحي لي نأخذ اتصال بس تحت السماعة. أكيد. ألو مرحبا. يا أهلا وسهلا. هلا. أهلا وسهلا، تفضلي. أهلا وسهلا، حياكم الله. صباح الخير أستاذ وهيب، معكم المستشارة الأسرية والاجتماعية تغريد العبلي. يا هلا وسهلا. هلا وسهلا استاذة تغريد، نورتينا، يا هلا ومرحبا. اهلا وسهلا، يسعد صباحك انت وضيف الكريمه. الله يسعد. طيب
في مجال تخصصي تجيني كثير استشارات. بعض الأشخاص إذا جاهم ضغوط أو ظروف نفسية يلجؤون إلى الأكل بشهية مفرطة للأسف، ويعني يسألوني عن حلول، وأنا الأمانة بما أنه مو مجال تخصصي، أنا يعني حابة أسأل الدكتورة كيف يقدرون أولا، هل هي برمجة عقلية إنه ما يلجؤون للأكل إلا وقت مثلا حاجة أو الجوع، لأنه مثلا ممكن يزيد وزنها بشكل مفرط أو وزن الشخص خلال وقت بسيط بسبب لجوءهم للأكل كتفريغ نفسي. وشكرا جزيلا، أعتذر عن الإطالة. شكرا لك أستاذة تغريد، ودائما يعني منورتنا سواء في البرنامج أو باتصالك ومشاركتك لنا. شكرا لك أستاذة. الله يسعدك، أنا أتشرف بالعكس، يعني قاعد أستفيد من لقاءاتك أستاذة وهيب بشكل جدا كبير. الله يسعدك يا رب. شكرا لك، موفقة دائما، موفقة. شكرا لك. تعليقك أستاذة لينا. بالنسبة للاكتئاب والأكلات، أكيد بتأثر الأكلات ونوعية الأكل على الاكتئاب. بنلاحظ في أشخاص بيعانوا من الاكتئاب بيلجأوا للكربوهيدرات البسيطة والسكريات الدهون، هي اللي تكون قريبة وهي اللي في متناول اليد، قريبة يعني وبيصير عندها بنج إيتينج، يعني بيصير عنده الشخص بده يأكل شيء حار، شراهة تكون في الأكل، صحيح، لأنه بترفع هرمونات السعادة ولكنها بترفعها بسرعة، هاي بسموها، فبيكون نزولها الدروب أكثر من قبل. فبنلاحظ بعد الأكل تناول السكريات هذه بيصيب الشخص اكتئاب، إحساس بالذنب، فهذا الشيء بيزيد من تناول السكر أكثر وأكثر، وبالتالي بيؤدي للاكتئاب أكثر. فنحن كيف بنعالج هذا الموضوع بالوعي؟ أكيد الشخص رح يوقع بالفخ ويتناول السكريات مرة وتتحسن نفسيته وترجع يصير في دروب، فهو بعد فترة رح يقول لا أنا بدي نتيجة. النتيجة تكون عن طريق شرب السوائل، المياه خصوصا الموية، وتجنب السكريات البسيطة، بالعكس يحرص على الألياف، ناخذ الفاكهة والتمر كبديل عن السكريات اللي هي المحلاة، يعني البسكت، الأكلات الدسمة. التمر فيه سكر ولكن سبحان الله فيه الحديد والفيتامين والبوتاسيوم، هذا بيساعد على تحسين النفسية كمان، ولكن ناكله باعتدال أكيد. ممتاز، يعني هي ممكن نقدر نقول أنها هي براحة أو سعادة وقتية، جزء بسيط، لكن بعدين ممكن يكون فيها دروب جدا عميق ويزيد المشكلة عمق. أكيد مستمعين، إحنا مستمرين معكم في جدة حياتك، وحديثنا اليوم عن المعدة النفسية وراحة الجهاز الهضمي. أكيد محاور كثير وأسئلة كثيرة منكم مستمعين. 011-5-11-20-30 فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا. مستمرين معكم أكيد مستمعين في رحلتنا اليوم للحديث عن المعدة النفسية في على 011-5-11-20-30. اتصالاتكم أكيد محل اهتمام عندنا مستمعينا ومشاهدينا. دكتورة جدد لك التحية أكيد، وأنت اللي مختصة بالتغذية، وموضوعنا جدا مهم، يعني احنا بداية اليوم والصباح، وأكيد في الناس اللي أفطروا والناس اللي ما أفطروا، حتكلم معك عن بعض أو أهم أنواع الفطور اللي تخلي الواحد يومه سعيد. لكن قبل ما تجاوبين على هذا السؤال، إذا ممكن ناخذ اتصال، لأن صراحة أنا ما ودي المستمعين ينتظرونها. ألو مرحبا. يا هلا ومرحبا. هلا ومسهلا، صبحك بالنور. يا هلا ومرحبا، تعرفنا باسمك سيدي. حالكم؟ حياك الله. معكم تركي، اخوكم تركي بتيفي. يا هلا وسهلا تركي. يا هلا ومرحبا. عندي سؤال. تفضل. بعيدا عن التغذية، لانه تخص المعدة بالخصوص، يعني تفضل. في تمارين معينة رياضية لما يمارسها الواحد مع التنفس تعطي راحة للمعدة وتعطي راحة بشكل عام للجسد بشكل عام. فأودي أعرف ما علاقة التنفس في المعدة بشكل خاص، يعني هل التنفس علميا مربوط بالمعدة؟ هل الأخذ الأكسجين وخروجه الشهيق والزفير هل هو مثبت علميا؟ ممتاز. أو اللي نسمع حنا مجرد خرافات؟ الله يعطيك العافية. ممتاز، شكرا، شكرا جزيلا لك. يعني أتوقع دكتورة لينا هذا ممكن مختصين رياضيين، أو إذا عندك معلومة ممكن نحكي فيها.
المعدة هي عبارة عن عضلة ودائما عضلاتنا بتحتاج للتنفس للأكسجين بكمية أكبر لما بتشتغل. فنحن لما بنكون عم نتنفس تنفس العميق إلى فوائد للرئتين بالإضافة لكل خلايا الجسم والعضلات خصوصا. فبما أنه نحن عنا عضلات بالجهاز الهضمي لحركة الأمعاء حتى نحن بنحرص على التنفس العميق لتحسين النفسية ولتحسين حركة المعدة وحركة الأمعاء. فأكيد الأكسجين بنحتاجه، التأمل دائما، المديتيشن، الرياضات اليوغا اللي فيها تأمل، حركات بسيطة مع شهيق عالي، هذا كله بيساعد على تحسين جودة حركة العضلات وزيادة الراحة النفسية. لما يكون الشخص عم يتأمل حتى ممكن غير الرياضات يستمع للقرآن الكريم أو حتى ممكن يقرأ مجلات، يمارس هواية بيحبها، هو بالتالي عم بيرفه عن حاله، عم بيصير في تدفق أكثر للأكسجين بالجسم، بيساعد هذا الشيء أنه ينسى المشاكل اللي هو فيها وبالتالي بتقل أعراض الكولون العصبي. بتشكر، السؤال كتير حلو. ممتاز. في اتصال ثاني إذا تسمحي لي دكتورة نقول. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. كم السلام، هلا وسهلا. والله صباحكم السعودي، صباحكم أفراح وسعادة. يا هلا وسهلا، حياك الله. الله يسلمكم. أنا والله سعيد والله ببرنامجك، يعني بصراحة دائما يعني تستضيف ضيوفك بصراحة ونستفيد منهم، ولكن سؤالي بصراحة أنا يعني المختصة يعني هي بالتغذية مختصة، صح ولا لا؟ دكتورة دينا، أكيد دكتورة دينا الطباعة أخصائية التغذية. دكتورة دينا مختصة بالتغذية، يعني صحيح. يعني بالنسبة للمختصين بالتغذية يعني المعلومات تنتزع منهم نزع بصراحة، يعني إلا إعلاميين تحت سلطة الإعلام بصراحة، يعني إحنا موجودين معلومات. إحنا موجودين برنامج جدد حياتك أكيد، ونفتح المجال أكيد لأي سؤال. أتمنى والله، بالعكس يعني أنا ملاحظ يعني المختصين يعني إلا بالإعلام تنتزع منهم بصراحة المعلومات، يعني ليه ما يكون في عندهم عمل تطوعي مثلا للمجتمع اللي يعيشون فيه، مثلا يقدمون خدمة مثلا حتى لو كانت مجانية، حتى لو كانت برسوم نفس المال المستوصف اللي يعملون فيه مثلا أو المجال اللي يعملون فيه. يعني مثلا يعني قريب أشوف مثلا برنامج غذائي للناس الطبيعيين يقولون مثلا والله هذا برنامج مفيد للجسم، للبشرة، للأعضاء الداخلية، الأشياء هذه بتفاصيلها صراحة. فأنا أنقدي بصراحة لأني أنا أصلا إعلامي صراحة، وأنتقد بصراحة المختصين أنه لابد أنه يكون عندكم وقت تطوعي من خلال وسائل الإعلام أو القنوات الإعلامية المعتمدة لتوعية طبعا المجتمع بالتغذية، وكلا في مجال وتخصص. شكرا لك يا سيدي. شكرا لك. دكتور، هذا يتهمكم انكم انتم مقصرين في الاعلام. على الرغم احنا دائما والله يعني ما بتقصروا معنا في برنامج جدد حياتك، يعني اذا حابه تردي. يعني وجودي هون اليوم صراحه مو للاعلام، لحتى افيد العالم. صحيح. فبتشكر نقده، ويمكن بالعكس انا بحس اغلب اخصائيين التغذيه اصدقائي كمان بيعملوا كتير حملات تطوعيه خصوصي لمرضى الكلى وهالقصص. صحيح صحيح. وكثير يعني هذا اللي بنلاحظ حتى برضه في المؤتمرات الصحيه وفي المناسبات الصحيه، بنشوف والله اخصائي التغذيه دائما متواجدين في كل مكان، دائما ارائهم تكون جيده. وهذا هدفنا الأول في برنامج جدد حياتك، أن احنا دائما ننشر المعلومة ونصحح بعض المفاهيم الخاطئة اللي قد تكون خاطئة عند الكثير. احنا راح نطلع فاصل قصير وراح نرجع نستكمل حديثنا. 011-511-2030 011-511-2030 حديثنا اليوم عن المعدة النفسية، وأيضا نتحدث عن التغذية عموما استغلالا لوجود الدكتورة لينا طباعة المختصة بالتغذية. إذا دكتورة في اتصالات كثير والله صراحة، أنا ودي ناخذ اتصالات، شو رأيك؟ يلا نقول ألو مرحبا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وسهلا. كيف الحال أخي الكريم؟ حياك الله، تعرفنا باسمك. محمد القرني من تبوك. أهلا يا محمد، تفضل يا محمد سؤالك. يا أخي أنا القيلون متعبني جدا جدا، ويعني الحقيقة ما في علاج مفيد له، يعني ودي نصيحة استفيد منها في خلال البرنامج هذا.
أكيد أكيد حاضرين يا سيدي، أكيد راح بس نعطيك. سؤال، القولون عم بيصير معك بسبب حالة نفسية توتر، ولا دائما لما بتاكل أكل معين، ولا بشكل دائم عم بيكون معك القولون؟ أنا إذا كنت أي أكلة كذا أحس أني متعب منها طوالي تهيج القولون عندي. أي نوع أكل؟ أي نوع أكل، إذا شربت قهوة نفس الطريقة، إذا شربت شاهي نفس الطريقة، يعني القولون يضرب في أي وقت، يعني حتى على مستوى الذعر البسيط أو حاجة بسيطة كذا أحس أني متنفرز طوالي، وأحس أني مشدود المعدة عندي والنفسية ضايقة شوي. جربت تغير من نظام الغذائي؟ يعني جربت تغير نوع أكلك؟ والله ما جربت من ناحية الأكل، ما جربت، لكن الأكل عندنا مشكلة. إذا سوينا برنامج إذا بنتكلم عن نظام الأكل عندنا وعن البرامج الغذائية، أكيد الدكتورة راح تجاوبك وراح تفصل لك وش أهم النصائح اللي الواحد ممكن يحافظ على القولون بشكل تام. طيب دكتورة ناخذ اتصال ثاني ولا نجاوب على السؤال؟ ناخذ اتصال ثاني. يعني نقول ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وسهلا. يعطيك العافية طال عمرك. يا هلا وسهلا، تعرفنا باسمك. إبراهيم العنزي. أهلا يا إبراهيم، تفضل يا إبراهيم. أستاذي أنا عندي مشكلة كبيرة في التغذية لمرضى الكلى. كبيرة جدا، يعني أنا حتى أروح للدايت سنتر ولا المطاعم دي المتخصصة في الحمية، ما ألقى عندهم حمية، ألقى عندهم حمية سكر وحمية رجيم فقط، ما ألقى عندهم حمية لمرضى الكلى. لأني أنا عندي مرضى كلى، يعني بصعوبة كبيرة جلست مع أخصائيتين وجلست نعمل جداول، يلا بالعافية أعطوني حمية. فأنا أبغى من الأخصائية كرما وليس أمرا أنها تعطينا إيش الأطعمة المناسبة لمرضى الكلى، وإيش الخط الأحمر اللي ما يتناولونه مرضى الكلى. لأنه يجيني الأخصائي يقول لي أبعد عن البوتاسيوم وبس، أبعد عن الموز وبس فقط. فودنا كرما وليس أمرا، يستفيدون الناس واجد فيها أنه إيش الأطعمة الخط أحمر فيها وإيش الأطعمة المناسبة لهم. ممتاز، شكرا لك يا سيد، شكرا لك واتصالك. شكرا لك سيدي، هلا والله. دكتورة ناخذ نصائح عن للقولون بداية من ناحية التغذية، من ناحية أتوقع حتى النوم لها علاقة بالقولون والراحة النفسية. تفضلي دكتورة. بالنسبة للقولون أهم شيء أنه نقلل من الأسيديتي، القهوة، الشاي، المشروبات الغازية، هاي كلها مو نقلل منها. إذا كان عم نعاني من قولون شديد فنبتعد عنها ونتجنبها. فأنا سمعته عم يقول بيحب القهوة والشاي، فلا يحاول يتجنبها قد ما بيقدر، لأنه بتزيد من حالة القولون والتهيج. بدنا نبتعد عن البقوليات مثل الفول، العدس، الحمص. إذا كان ولا بد بدنا نتناولها، بنفضل إنه نحط لها الكمون أو نشرب مشروب الكمون الساخن، لأنه بيساعد على تخفيف من تهيج القولون العصبي. بدنا نحاول حتى منتجات الحليب، وخصوصا الحليب مش اللبن، ممكن يهيج القولون. الأطعمة الغنية بالسكر بتزيد الغازات، مثل العسل حتى ممكن يؤدي للقولون. هلأ في عنا دايت اسمه فودماب دايت، لو فودماب دايت، هذا بيعتمد على بعض الأطعمة اللي فيها السكريات اللي بتتخمر بالمعدة والأمعاء وبتسبب تهيج القولون. هلأ هذا الدايت كتير صعب وستريكت، اللي فضل أعمله حتى في عنا تحليل بنعمله نحن عدم التحمل الغذائي، بتطلع لك الأطعمة اللي بتزيد من التهابات القولون. الشخص بشكل عام إذا قاعد ببيته وما بده يعمل أي شيء، اللي يناسبه هو أنه يشوف الأطعمة اللي كل ما يأكلها بتزيد من تهيج القولون، ويعمل تغيير للنظام غذائي شامل. يعني مثلا هو متعود الصباح يشرب القهوة مع الحليب، يوقف هذا الشيء، يحاول يستبدل أنه يعمل ساندويتش فيه لبنة أو زعتر مثلا وبيض مع العصير. دكتورة اللبنة والزبادي هذه مو مشتقات الحليب برضو قد تكون لها تأثير على القولون، ولا تكون مريحة لأنها يعني ألبان تكون ما هي من الحليب؟ تعتبر أطعمة مخمرة فيها بروبيوتكس،
فالبروبيوتكس هذا اختلافها عن الحليب اختلافها وحتى اللاكتوز فيها بيكون اللي هو بيزيد النفخة وبيزيد آلام القولون بيكون أقل بكتير من الحليب وبعض أنواع الأجبان فخصوصا اللبن واللبنة فيها البروبيوتكس اللي هي البكتيريا النافعة البكتيريا النافعة في دراسات كتير طلعت انه بتأثر على الحالة النفسية كمان وهيب يعني بتزيد من تحسين افراز السيروتونين بالجسم بتقلل من التهابات الامعاء فبالتالي بتحسن المزاج فبنصح دايما في عنا الكفير الأطعمة المخمرة مثل المخللات هذه كلها بتساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وبالتالي بتقلل كمان من التهابات القولون طيب يعني اللي زي حالتي دكتورة اللي يحب السبايسي والفلفل والبهارات نستبدلها بالمخللات يكون هذه أفضل طريقة صحيح؟ أفضل أكيد ممتاز يعني هذا حل أنا ما نقدر أنا صراحة ما أقدر أبعد عن السبايسي وعن صعب. يعني هو لذيذ وتوقع فاتح شيء وبعض الأحيان يكون مفيد يعني بس أنت إذا ما بتعاني من القولون خلاص استمر عليها عندك بتعاني من لا لا الحمد لله الحمد لله خلاص هي بس للأشخاص اللي بيحبوا السبايسز وما بيقدروا يتناولوها ممتاز دكتورة في برضو سؤالنا الثاني عن تغذية المختصة لمرضى الكلى لكن أنا مضطر أني أطلع فاصل رح نأخذ جوابك عن هذا السؤال بعد هذا الفاصل مستمعينا فاصل بسيط أو فاصل محطة غنائية بسيطة بعد أن نرجع نستكمل حديثنا مع ضيفتي اليوم الدكتورة لينا طباع المختصة بالتغذية حديثنا عن المعدة النفسية ورح نتحدث أيضا عن التغذية عموما يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا رحب فيكم ورحب كل اللي انضمونا في ساعتنا الطبية والصحية واللي اليوم خصصناها تغذوية بشكل كبير نتحدث فيها عن المعدة النفسية ونتحدث عن التغذية بشكل عام صديق البرنامج أحد أصدقاء البرنامج قبل الفاصل سألنا سؤال صراحة جدا مهم يعني دائما يجي في بالنا إحنا تغذية لمرضى السكري والتغذية المناسبة لمرضى الضغط ويعني كثير من الناس يحتاج لهم نوع معين من التغذية لكن مرضى الكلى والمصابين بمشاكل في الكلى لهم نوع خاص من التغذية قبل شوية تحت الهواء كنت أسأل الدكتورة لينا الطباع المختصة بالتغذية اللي ضيفتي اليوم أكيد منورتني عن يعني هل مرضى الكلى لهم نظام معين للتغذية يعني كلى يجي في بالنا أن سوائل شرب مياه بشكل كبير الابتعاد عن الغازيات الابتعاد عن هذا لكن صراحة جاوبتني الدكتورة أنه لا فيه وحتى أكيد حتفصل لنا إياها الآن هل فعلا دكتورة مرضى الكلى يحتاجون إلى نوع أو نظام معين في التغذية؟ الحمية مرضى الكلى كتير يعني بحر وهي عن جد كتير علم لحاله فعلا بيحتاروا كتير مرضى الكلى يعني أنا بشوفهم وبيجوا لعندي بيحتاروا كتير أنه شو يأكلوا لأنه في عندهم أنواع كتير من الأكل محرومين منها في عنا نوعين اللي هنا بيعملوا الدياليسز أو غسيل الكلى وأشخاص اللي عندهم هو فشل كلوي بس ما وصلوا لمرحلة غسيل الكلى فاللي عندهم مرضى الكلى نحن لازم الكلية هي اللي بتطلع السموم من الجسم فلما بيكون في فشل بالكلى بيكون في عنا قلة تخلص للجسم من هاي المواد فبالتالي رح تترسب بالدم كرياتين عالي رح يكون رح يكون في الأحماض الأمينية عالية رح ممكن يأثر هذا الشيء على ارتفاع الضغط دائما مرتبط مع بعض فرح يزيد عنا الملح البوتاسيوم رح يرتفع الفوسفور وكتير قصص رح تأثر على اللي هي كمية الأملاح في الدم يعني أكيد يعني بكلامك هذا يدل على أن الناس اللي مفروض يكون عندهم مشاكل في الكلى لازم يروحون لمختصين تغذية حتى يحصلوا على جدول مخصص أنا ممكن يكونوا مساكين قاعد يعالج الكلى بشكل جدا كبير لكن التغذية قد تكون بشكل سلبي وقاعدة تأثر بشكل جدا سلبي على ممكن نعمل هذا موضوع لحاله بعدين لأنه كتير ممكن نفيد الأشخاص
اكيد يعني انا قاعد احكي معك، قاعد اعمل بحث لقيت فعلا والله يعني في اشياء كثير ممنوعين منها، في بدائل اخرى، وايضا الان يعني شركات التغذيه او هذا اكيد مقلين في هذه النوعيات من التغذيه. طيب في اسئله هنا جتني دكتوره، اقول هل من الممكن يؤثر التوتر على الوزن؟ يعني متوتر يعني انه يفكر كثير ينحف، ولا في ناس يقول لك والله اذا توتر راح حط حيله في الاكل وزاد وزنه، هل ممكن هذا نوعين من الاشخاص؟ صح مزبوط، نوعين من الاشخاص، في اشخاص بيتوتروا يصير معهم اضطرابات في الجهاز الهضمي وقولون عصبي فبيبطلوا ياكلوا، وفي اشخاص بيتوتروا هو غالبا هن اللي بيزيد وزنهم. يعني المفروض انه الشخص لما يتوتر ودائما توتر دائم بشكل دائم بيكون عندنا كرونيك ارتفاع عالي بالكورتيزول اللي هو هرمون بيطلع بالجسم لحتى يقلل من الفايت الخوف او الرعب او القلق. فلما بيرتفع هرمون الكورتيزول رح يؤدي الى زيادة الدهون عند المعدة، دهون الحشوية، وبيؤدي الى زيادة احتباس السوائل بالجسم. فنحن الغرض هون انه نحن نحاول نقلل من الاشياء اللي بتوترنا والقلق، نصغر الامور دائما، نحاول ما كثير نكبر المصائب، يعني نحاول ناخذ الشيء بطريقه اسهل لحتى صحتنا وصحه الهرمونات الجسم ما تاثر على وزننا. اكيد ممتاز. في هنا سؤال يقول ما سبب زياده الوزن عند تناول بعض الادويه النفسيه؟ كثير من الناس اللي يعني ياخذ بعض الادويه النفسيه كذا فجاه نلقى فيه يعني وزن مهول او قاعد يزيد بشكل جدا كبير، هل هي تركيبه الادويه هذه تساعد على الوزن ام يكون العامل النفسي هذا ياثر على زياده الوزن؟ بوث، الاثنين مزبوط وهيب، لانه عندك العامل الاول انه الشخص كان مصاب بالاكتئاب ما عم ياكل، ما في شهيه كثير للاكل. لما الشخص بياخذ الادويه ف هو بشكل عام السيروتونين هو هرمون السعادة، لما الشخص يكون عنده سيروتونين بيكون شهيته قليلة، بس لما عم ياخد هاي الأدوية عم تفتح الشهية فبصير شهيته للأكل عالية. غير هيك لما بتتحسن هدول الأشخاص نفسيتهم رح يصير عنا رح تتحسن نفسيتهم، رح تزيد الشهية بجسمهم فرح يأكلوا أكثر، بعدين رح يلاقوا أنه هاي الأدوية عم تسبب لهم زيادة بالوزن لأنه أكلوا فزاد وزنهم فبيزيد الاكتئاب عندهم. الحل هون هو نمط غذائي صحي والرياضة، ممارسة الرياضة رح تحسن من النفسية ورح تقلل من استخدامهم للأدوية أو جرعات الأدوية، وبالتالي ما رح يزيد وزنهم، ممكن بالعكس ينقص الوزن. ممتاز. في عندنا في هنا سؤال برضو جدا مهم، أوبر الأوزمبيك كثر يعني كثير ناس تتكلم عنها، إيجابياتها وسلبياتها، هل ممكن تشرحونا كيف آلية عملها؟ هل تنصحوني أني أخذها بدون ما أسوي تحليل عند طبيب؟ الإبر، هلأ هاي الإبر من دون تسمية للبراند، في عنا أنواع المونجارو والأوزمبيك بس الأوزمبيك غالبا أنا ما بنصح فيها، يعني ما بنصح بأي أدوية بتنعطى فيها هرمونز بتأثر على هرمونات الجسم. هي طلعت دراسات وأغلب دراسات قالت أنه آمنة، بس ممكن تأثر على الأشخاص اللي عندهم هيستوري أو مرض عائلي بسرطان الغدة. للأسف في أشخاص أول شيء عم ياخدوها من دون وصفة طبية ومن دون ما يروحوا لعن طبيب الغدد الصماء. فأنا بعرف وشفت أشخاص أخدوها وبعد ما أخدوها زادت عندهم أعراض الدوخة، حللوا طلع أصلا عندهم سرطان الغدة وزادت من سرعة انتشاره. في أشخاص بعد ما أخدوها صار معهم غاسترايتس، يعني فجأة صاروا يروحوا على المستشفيات حالات طوارئ من الإبر هادي، لأنه ما عاد يقدروا يأكلوا، المعدة ما عاد تحملت لا أكل ولا شرب، العفو استفراغ دائم، فأثرت على جسمهم ونقص معادن. الأفضل وغير هيك لما انقطعت فترة الإبر هادي زاد وزنهم، لأنه كانوا لما كان في شيء عكسي على طول عم يتناولوا سكر ما عم يقدروا يأكلوا وجبات فنزل عضل. فالأفضل هو أكيد نظام غذائي صحي. ممتاز. إحنا أكيد مستمرين مستمعين ومشاهدين في حديثنا اليوم عن الصحة أو صحة المعدة أو المعدة النفسية.
لماذا الهوس بالنزول وخاصة النزول السريع؟ أنا ما فهمت السؤال، لكن أتوقع أن دائما الناس الآن مهووسين بالوزن وبالرشاقة. النزول السريع هل هذا يكون شيء سلبي على جسم الإنسان؟ يعني ممكن أن يكون هذا هو السؤال اللي موجود هنا عندي، يعني فجأة اللي تلقينا نازل 10 كيلو في شهر ولا في شهرين، هل هذا يكون سيء بالنسبة للصحة العامة لجسم الإنسان؟ حسب النمط الغذائي اللي تبعه. في أشخاص الحرق عندهم ممتاز، ولكن هنا نمط غذائهم وأكلهم غلط، معتمدين كتير على معجنات والسكريات، فبالتالي أول ما ينزلوا وزنهم رح ينحفوا كمية كبيرة حتى لو عم يأكلوا صح. يعني أنا عندي في أشخاص نزلوا معي الحمد لله 10 كيلو بشهر من الرجال، بينزلوا بين 8 إلى 10 كيلو، والنساء بين 6 إلى 8 كيلو بالشهر. هذا النزول الطبيعي. نزول 12 كيلو بالشهر و 13 كيلو هذا الغلط. طبعا إذا نزل دهون بيور فات هذا معناته نجح باختيار نظام الغذائي المناسب. أما لما الشخص ينزل من العضل أو نص نزوله كان دهون ونصه عضل وموية، فهذا دليل أنه النظام كان خاطئ، وأول ما يرجع يأكل رح يرجع يسترد الوزن. فدائما بننصح أنه فيك تنزل بسرعة، ولكن أهم شيء حب حالك، لا يكون هوسك شكل جسمك، أنت أهم شيء يكون واثق من نفسك، لأنه إذا كان في عندك الثقة بنفسك سواء زاد وزنك 3 كيلو أو نزل، هذا دليل أنه صحتك النفسية كمان كويسة، وما رح يصير عندك اكتئاب اللي رح يؤدي إلى مشاكل تانية. لا، بدك تحب حالك مثل ما أنت، تحاول تنزل وزنك بطريقة دائمة مو مؤقتة، لحتى مو لأنه عندي مناسبة لازم أنحف، عندي حفلة أو تخرج أو whatever أنا لازم نزل وزني بسرعة. لا، بدي نزل وزني لأني أنا بحب شكلي بهذا المنظر، ولا لحتى أشبه حدا معين أو أنا أكون عندي خلص الموديل، شكل الموديل أبغى أصير زيه. كل شخص له جسم وشكل جسم بيلبق له، وهو لازم يحب حاله. طيب دكتورة خليني أسألك، إحنا فترة ما قبل رمضان ممكن نقول الجسم تكيف على طريقة تغذية أو نوع غذاء معين على الكل، يعني ممكن تكون مختلفة من شخص لآخر لكنه يكون ستيبل يعني مستقر. في حالة أنه جاء رمضان طريقة التغذية تغيرت، الآن إحنا في فترة ما بعد رمضان، كيف إحنا نقدر نرجع للمرحلة؟ كثير من الناس عندهم تلبك معوي، عندهم مشاكل في التغذية، وايضا النوم يكون بعد داخل في نفس الموضوع. يعني لحد الان انا بالنسبه لي لحد الان ما ترتب النوم عندي. كيف احنا نقدر نرجع للطريق اللي احنا كنا ماشيين عليه اول، او اننا نستغل فرصه اننا نحسن من طريقه تغذيتنا بعد العيد؟ اكثر وجبه ضررت صراحه هي وجبه الافطار. هلا كاهميه وجبه الفطور، هل هي ضروريه او لا؟ بتعتمد على الشخص نفسه وعلى نمط حياته وامتى بيصحى او لا. عموما نوعية الإفطار ضرورية، مثل ما حكينا من قبل أنه لازم تكون عبارة عن بروتين وكربوهيدرات معقدة. نبدأ إفطارنا بشكل صحي لأنه هي اللي حتأثر على باقي الوجبات. هل فينا نأخر وجبة الإفطار؟ أكيد فينا نأخر وجبة الإفطار. ممكن نتناول وجبة إفطار بعد 2 إلى 3 ساعات من بعد ما نصحى، عادي ما في أي مشكلة. كيف نظبط نومنا ونوعية نومنا؟ هذا الشيء كتير ضروري لحتى نقدر نتخلص من مشاكل المعدة، مثل ما أنت قلت لي، لأنه النوم بيأثر على التوتر والإجهاد، وكمان بيرفع الكورتيزول. فنحن لازم أكيد نعدل نومنا، ندخل على الغرفة تبعنا نهيئة من ناحية درجة الحرارة المناسبة لإلنا، نحاول نسكر الأضوية الإضاءة، كمان نبتعد عن الجوالات على القليلة ساعة قبل النوم، نمارس التأمل، نفكر بالأشياء الحلوة اللي صارت معنا والإيجابيات، ونبتعد عن أي شيء أفكار سلبية. وغير كذا طبعا نبتعد عن الوجبات ناكل وننام، هذه فعلا هذا عسر هضم رسمي. طيب دكتورة أنا في أقل من دقيقة نصيحة تقدمينها البرنامج جدد حياتك المستمعينة، وأكيد الناس اللي مهتمة بمجال التغذية. النصيحة دائما مثل ما حكينا، حبوا حالكم، دائما في علاج أنتوا بتقدروا تعالجوا حالكم فيه قبل ما تلجأوا لأي أحد، ولكن بعض الأمراض وبعض
المشاكل اللي بتصيبنا نحن لازم فيها نلجأ لأخصائي سواء أخصائي تغذية لينظم لنا أكلنا أو أخصائي نفسي أو حتى أطباء. فلا تستهينوا بأي نوع دواء بتاخدوه, لا تستهينوا بأي مشكلة بتصيب أو ألارم بجسمكم بيعطيكم إياه, كزيادة فجائية بالنفخة والغازات, هذه كلها ممكن تكون إشارة أنه في مشكلة. نعمل تحاليل دورية وكمان نظبط النوم. دكتورة لينا طباع مختصة بالتغذية, شكرا لك, شكرا لوجودك, شكراً دائما وجودك يضيف الكثير لبرنامج جدي حياتك. أيضا شكر موصول لكم مستمعين ومشاهدين وكل اللي شاركنا في حلقتنا اليوم وأرسل رسالة. أتمنى نكون قدمنا لكم اليوم مادة مفيدة أكيد استفدتوا منها. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء في نفس الموعد. تقبلوا تحيات زميلتي منال عبد الله معدة برنامج جدد حياتك, وتحياتي أنا وهيب الدخيل من هندسة الصوتية ومن التقديم. غدا ألتقيكم في أمان الله.